شايف المنتخب في الفترة اللي جاية دي، الظروف اللي بيمر بيها والنقد والكلام والتقليل من منتخب مصر ممكن يأثر بشكل كبير جدا على لعيبة المنتخب، رغم ان خلاص انت بتتكلم في خلال يوم، يعني خلاص يعتبر بكرة التمرين الخفيفة وبعد كده صحيح الماتش، بعد كده الماتش. شايف ان ده ممكن يأثر على اللعيبة والنقد اللي في الفترة الأخيرة ده على اللعيبة والتقليل من اللعيبة والبطولات وان مش هيوصلوا؟ شايف الموضوع ازاي؟ انا شايف بالعكس، يمكن ما اتفقناش في مره والموضوع جه معانا بصوره عكسيه. يعني 98 مع الكابتن محمود الجوهري، يمكن هو كمان كان مصرح في البطوله دي وقال لك انا مش ممكن ما اخدش البطوله يعني، وخدنا البطوله والناس كلها كانت بتنتقد الكابتن جوهري ايامها عشان اختياراته. وانا فاكر ساعتها الكابتن حسام، لا الكابتن حسام ما يكملش، لا هتاخده ازاي، وخده وطلع هداف البطوله وجاب 7 اهداف، ان هو يعتزل كمان، وخد هداف البطوله. فدي برده من البطولات اللي دايما في ذهني، يعني النقد كان كبير جدا لكن مصر خدت البطوله. 2006 الناس كلها بتتكلم ان احنا تمثيل مشرف، احنا بس عشان في مصر وخدنا البطوله. 2008 انت حصلت معاك 2006 ومش هتحصل تاني في 2008، خدنا البطوله 2008. فانا شايف ان النقد السلبي ده دايما في اغلب الاوقات بيجي في صالح منتخب مصر، عكس ما تخش بقى كلك تفاؤل بقى واحنا منتخب جامد وهنكسر الدنيا، تيجي تتصدم بارض الواقع تلاقي الامور مش احسن حاجه. واخر بطوله كمان يمكن كانت 21، كلنا كنا رايحين المنتخب استحاله يوصل نهائي، مش استحاله ده انت استحاله تعدي من دور المجموعات، ووصلنا نهائي وعملنا بطوله كويسه تكتيكيا نص في البطوله كلها، لكن وصلت النهائي ما كانش المستوى احسن حاجه، لكن انت عندك منتخب متمرس، عندك منتخب بيعرف يوصل واحده واحده، ستيب باي ستيب، بياخد الامور واحده واحده. ده بكلمك على المستويات اللي فاتت دي كلها. لو اتكلمنا على مستوى المنتخب البطوله دي، لا انا شايف ان انت عندك فرقتين مش فرقه. لأول مرة أشوف مدرب بيجي عنده اختلاف وتنوع في التاكتكس بتاعه، يعني دايما هتلاقي كل اللي كان قبل فيتوريا بيدافع كومباكت قدام ال 18 وهو بيرمي على صلاح، نمط واحد، هو نمط واحد، بتلعب تنزانيا، بتلعب غانا، بتلعب منتخب مصنف، بتلعب منتخب أقل منك، أنا مثبت طريقتي، مثبت تشكيلي، مثبت أسلوب لعبي، وده غلط في الكورة، ما بشوفوش خالص في الكورة. المفروض أنت عندك شخصية البطل، بتلعب في فريق أقل منك في التصنيف، لا خلص الماتش من البداية والعب ضاغط والعب الهاي بريشر بتاعك وتحرز اهداف، تجيب هدف في الثاني في الثالث. لكن كل المدربين بعد الكابتن حسن شحاته اللي انا فاكرهم مسكوا منتخب مصر كانوا بيلعبوا بنفس الطريقه النمطيه دي، دافع وباص على صلاح، السرعات بتاعت محمد صلاح. لكن مع فيتوريا لا، انا شايف في اختلاف، بتلعب فرق تصنيف اقل منك، بتلعب ضغط عالي، بتلعب زياده عاديه دايما قدام، ممكن ما بتلعبش ثلاثه وسط ملعب، بتستخدم لعيبه عندك رقم 10 فبيبقى عندك زياده على طول، بلس كمان اللي ظهر لك عمر مرموش اضافه كبيره جدا مع تريزيجيه في ناحيه الشمال، عندك محمد صلاح من المحترفين كويسين جدا، عندك مصطفى محمد ماشي كويس جدا مع نانت الفرنسي، عندك احمد حجازي من المدافعين الاقوياء جنبه عبد المنعم، فعندك منتخب تقدر تقول عليه عنده شراسه هجوميه. فانا شايف ان المنتخب البطوله دي يا رب ما يخيب ظني، يعني لا انا شايف لينا شكل قوي.